السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في الفيديو ان شاء الله غنعطيكم وصفة ديال البيتزا اللي كتجي لذيذة بزاف. هذه الوصفة هي مغايرة تماما على البيتزا العادية اللي كنعرفو، حتى الحشوة ديالها مختلفة وكتجي لذيذة بزاف، ويعني كنغيرو شوية من البيتزا المعروفة التقليدية. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، اول حاجة غنعطيكم المقادير ديال العجين. انا عندي هنايا زلافة ديال الطحين. بالنسبه للطحين، يعني زلافه كتاخد لي 350 غرام تقريبا ديال الطحين. بالنسبه للطحين كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتوا ديروا يعني كميه ما كبر ما عليكم الا تضعفوا المقادير. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملح، وعندي معلقه ديال الاعشاب المنسمه. بالنسبه للاعشاب المنسمه، فانا سبق لي وقلت انني كنقصد بها الحبق، ازير، اكليل الجبل، هادو هما الاعشاب اللي كندير فيها. كينسمو هذيك العجينه ديالنا وكيعطيوها واحد لوكو خاص اللي كيجي زوين بزاف. هذا هو المقادير ديال العجين. دابا غنفوتو الحشوه. بالنسبه للحشوه، عندي هنايا زلافه فيها مطيشه، صوص ديال المطيشه. بالنسبه للصوص، يعني انايا خديت مطيشه حكيتها، درت لها شويه زيت العود، شويه ديال الملح والابصار، ونسمتها بشويه ديال الثوم. صافي، هذه هي الصوص ديال المطيشه ديالي، يعني كنصايبها لراسي. بالنسبه لبقيه المقادير، عندي هنايا فروماج محكوك، وعندي فروماج الموتزاريلا، وعندي كذلك اوراق ديال الحبق. صافي، هادو هما المقادير كيف كتشوفوا، بسيطه سهله ومذاق رائع ان شاء الله. دابا غنفوتوا لطريقه التحضير. اوكي، دابا غنفوتوا العجين. ممكن تستعملوا يديكم، ممكن تستعملوا العجانه، ماشي مشكل. غناخد الطحين ديالي، كندير جميع المقادير في الماكينه وكنخليها تعجن لواحد المده ديال 10 دقائق. كنجمع كل شيء بالماء اللي هو دافي، ماشي طايب، يعني غير دافي باش ما كيقتلناش البكتيريا اللي كاينه في الخميره، وكتطلع معنا العجينه كتخمر. الوغ كناخذ الطحين كنحطو. من بعد ما كتعجن عندي العجينه مزيان، كيف كتشوفوا كتكون العجينه اللي هي مجموعه ورطبه في نفس الوقت، ما خصهاش تجي قاسحه. صافي، كنغطيها بالميكا وكنخليها تخمر مزيان. يعني على حسب المكان اللي غتخمر فيه، خذوا واحد المده ديال 15 حتى ل 20 دقيقه. المهم حتى كيضاعف الحجم ديالها، عاد ديك الساعه كنفوتوا المرحله المواليه. بالنسبه للماء، فانا خدا معايا تقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء دافي، يعني على حسب الدقيق. ديما كنقولها كل طحين كاين اللي كيشرب كاين اللي لا، يعني بالنسبه لي انا خدا لي كاس ديال الماء كبير. يعني فاش كتشوفوا ان العجينه معجونه مزيان ومتماسكه، صافي كتحبسوا من الماء وكتخليوها كتعجن مزيان. صافي، دابا غنفوتوا المرحله المواليه من بعد ما يتخمر العجين. من بعد ما كيخمر عندي العجين، كيف كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالو. خديت هنايا دلاك، وعندي كذلك الطحين اللي غنرش به البلاصه فين غنخدم هذا العجين. هذا الو كناخذ نصف الكميه ديال العجين، كنرش البلاصة فين غنخدم. صافي، كنبقى ندلك في هاد العجين مزيان حتى كنسرحو. كنحاول ندير العجين على شكل مربع هكذا بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. دابا غناخد لاصوص ديال المطيشه، كندهن بها غير النصف ديال العجين ماشي كامل. كناخد الفرماج كنحطو فوق منها، كندير الحبق من بعد ما قطعته. صافي، كناخد الجهه الاخرى ديال العجين وكنغطي بها العجين بهذه الطريقه هذه. كناخد الموس كنقطع العجين، يعني بالنسبه للكبر اللي بغيتو نتوما.
صافي كنبدا كنطوي في هاد العشيه. يعني كنحاول نخالفو هكذا، كنكمل هكذا بنفس العمليه. الاول هكذا بنفس العمليه، من بعد كنهزو وكنحطو في الصينيه اللي غتدخل الفران. من بعد ما كنستف البيتزا في الصينيه اللي غتدخل الفران كيف كتشوفوا، كندخلها للفران اللي ديجا راني مسخناه على درجه حراره 200. الفران سخون من الفوق ومن التحت، وضروري ما يكون سخون مزيان قبل، يعني ما كتاخذش معنا وقت بزاف في الطياب، 10 حتى ل 15 دقيقه ماكسيموم. صافي دابا ندخلها للفران كيف ما قلت، وانا غنكمل بنفس الطريقه بقيه العجين وبنفس المقادير، ونفوتوا ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي. من بعد ما كطيب عندي البيتزا فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كتشوفوا، كتجي لذيذه بزاف، وكيف ما قلت يعني مغايره للشكل ديال البيتزا التقليديه اللي كنعرفوها كاملين. ممكن تزينوا بها المائده الرمضانيه ديالكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش اشتراك معايا في القناه وزياره موقع الانترنت اللي فيه الوصفات مكتوبه. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.